لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن شاء الله تعالى نشرع في تفسير سورة الأحقاف ونتلوها إن شاء الله ثم نفسرها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل الكتاب من ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. إلا بالحق وأجل مسمى. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. والذين كفروا عما قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ. أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ. إِيتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ. إِيتُونِي بِكِتَابٍ أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وهم عن دعائهم غافلون. وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. وإذا حشر الناس كانوا لهم
وكانوا بعبادتهم كافرين وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افترى قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين سورة الأحقاف سورة مكية يعني نزلت بمكة فهناك قرآن مكي وقرآن مدني قرآن المكي هو الذي نزل بمكة والقرآن المدني هو الذي أنزل بالمدينة والقرآن المكي يكون في تقرير العقيدة في تقرير الإيمان بالله واليوم الآخر والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وفي ذكر دلائل التوحيد وأيضا التشنيع على الكافرين في عبادتهم الأصنام من دون الله عز وجل فمن هذه السور سورة الأحقاف وسورة الأحقاف سميت بذلك لذكر اسم الأحقاف فيها والأحقاف هي ديار قوم عاد الذين أرسل إليهم هود عليه السلام وهذه التسمية للصور توقيفية يعني هذا عن طريق جبريل عليه السلام تبدأ السورة بقوله تعالى حاميم حرفان من الحروف المقطعة التي تبدأ بها السورة حاميم هكذا تنطق حاميم
تمد حركتين، حا ميم تمد 6 حركات. هذه الحروف المقطعة في أوائل السور الجمهور على أنها من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، يعني قالوا تفسيرها الله أعلم بالمراد منها، هذا تفسير جمهور أهل العلم. وهناك من المفسرين من فسرها كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، وهناك من أهل العلم، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغير واحد وكذا ابن كثير رحمه الله في تفسيره، أن هذه الحروف المقطعة من الحروف الأبجدية التي ينتظم منها كلام العرب، يعني ألف باء تاء ثاء، هذه الحروف هي الحروف الأبجدية التي يتكون منها وينتظم منها كلام العرب. فهذه الحروف للتحدي، يتحدى الله عز وجل مشرك العرب وغيرهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، وهذا القرآن العظيم قد حيرهم وأدهشهم، فرأوا أنه قمة في البلاغة، وأنه ليس بكلام الشعراء ولا الكهان ولا السحرة، ولكنه الكفر والتكذيب والاستكبار. فماذا يقولون؟ قالوا نتفق على كلمة أن محمدا جاء بسحر من ربه، جاء بسحر، وهذا السحر فرق به بين الرجل وابنه وبين الزوجة وزوجها إلى آخر ذلك. وقالوا عن القرآن كذب مفترى، وقالوا إنما يعلمه بشر، قالوا سحر، وقالوا كهانة، قالوا شعر. اختلف فيه قولهم لأن هذا كذب وافتراء. فالله يتحداهم، إن أنتم أهل العربية، أنتم أرباب الفصاحة والبلاغة، وأنتم تقولون على القرآن ما تقولونه من الكذب، فهل تستطيعون أن تأتوا بمثله، بمثل هذا القرآن؟ ثم تنزل الله عز وجل معهم في الخطاب، هل تستطيعون أن تأتوا بعشر سور مفتريات؟ ثم تنزل معهم في الخطاب، لم يستطيعوا، فأتوا بسورة، بسورة من مثله، لم يفعلوا، قال الله عز وجل متحديا لهم، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. ومما يقوي هذا القول أن الله عز وجل ذكر بعد هذه الحروف القرآن، قال تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام را كتاب أنزلناه إليك، إلى آخر الآيات التي فيها ذكر الحروف المقطعة، ويذكر الله عز وجل بعدها الكتاب، تنزيل الكتاب من الله. إذن هذا من الله سبحانه وتعالى، ينتصر الله عز وجل لكتابه، ليس هذا بكلام بشر، ليس هذا بسحر ولا كهانة ولا شعر،
إنما هذا كلام الله، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. من الله العزيز المتصف بالعزة والقوة، وأيضا الذي لا ينال جنابه سبحانه وتعالى، عزيز ذي انتقام من الكافرين والمجرمين، الحكيم أي الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره سبحانه وتعالى، متصف بالعزة ومتصف بالحكمة، بالعزة التامة وبالحكمة التامة سبحانه وتعالى. وهذا مما يجب اعتقاده، اعتقاد أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. القرآن هذا كلام الله حقيقة، تكلم الله به حقيقة، هذا اعتقاد. كلام الله حقيقة، تكلم الله عز وجل به سبحانه وتعالى، والله عز وجل من صفاته الكلام، ونثبت هذه الصفة لله على ما يليق بكماله وجلاله، وأنه ليس بكلام البشر. فهذا القرآن العظيم كتاب كامل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا القرآن العظيم ليس فيه خلل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن هذا كلام الله. إذن ما حالنا نحن نتلوه بتعظيم، لأنه كلام رب العالمين سبحانه، ونتلوه أيضا بتفكر وتدبر وتمعن وتعقل، لأن هذا كلام الله، ولأن هذا الكتاب منهاج حياة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ياسين والكتاب الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، على صراط مستقيم، على طريق قويم، وعلى نهج سليم. وهذا ما يجب اعتقاده. فعندما نقرأ القرآن نتمعنه ونتعقله، ثم نعمل بما فيه، ثم نعمل بما فيه، لأن الله عز وجل أمرنا بذلك. قال: ليتدبروا آياته. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني أول ما اسمع يا أيها الذين آمنوا انتبه، أرعها سمعك، فإنه إما خير يأمرك الله به أو شر ينهاك الله عنه. فإن كان خيرا عملت به، إن كان شرا اجتنبته وابتعدت عن أسبابه ومظانه طاعة له سبحانه وتعالى. فتقرأ القرآن وتستحضر أن الله يكلمك، وأن الله عز وجل يخاطبك بكلامه سبحانه وتعالى: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وما ما خلقنا الضمير هنا ضمير جمع، ما خلقنا، إنا هنا الفاعلين، والله عز وجل إله واحد. إذن ما التوجيه في هذا الضمير، ضمير الجمع؟ الله واحد، وهو عز وجل يقول لنا: ما خلقنا ضمير جمع، ما التوجيه؟ الضمير هنا ضمير جمع للتعظيم، ضمير جمع للتعظيم،
الله عز وجل يعظم نفسه سبحانه وتعالى، وهذا سائغ في كلام العرب. فنجد مثلا الأمير أو الملك عندما يصدر مرسوما فيقول أمرنا نحن، بس قول كده، يعبر بضمير الجمع، أمرنا نحن جلالة الملك فلان الفلاني بكذا كذا كذا. هو ملك واحد، إذا لما يعبر بضمير الجمع للتعظيم؟ هذا الضمير يسمى ضمير المعظم نفسه والمفخم لنفسه. فالله عز وجل سبحانه هو أهل الإجلال والتعظيم سبحانه وتعالى، ذو الجلال والكبرياء سبحانه وتعالى. إذن ما خلقنا الضمير للتعظيم، ما خلقنا السماوات والأرض. النصارى يقولون ويحتجون على المسلمين، التثليث موجود عندكم في القرآن، يعني نحن نقول لهم الله واحد وليس ثلاثة كما تقولون، يقولون التثليث عندكم في القرآن. نقول لهم كيف؟ يقولون هذه الآية، استدلون بمثل هذه الآية التي فيها ضمير الجمع. فنقول لهم إن ضمير الجمع هذا ضمير لإيه؟ للتعظيم. ثم إنهم يتركون الآيات المحكمة التي لا تدل إلا على معنى واحد، ويستمسكون بهذه الآية التي اشتبهت عليهم، التي اشتبهت عليهم. وهذا سبيل الذي في قلبه زيغ كما وصفهم الله، في قلوبهم انحراف، فيتركون الاستدلال بالمحكم الذي لا يدل إلا على معنى واحد، ويذهبون إلى المتشابه يستدلون به الذي اشتبه عليهم. يتركون قوله سبحانه وتعالى إنما الله إله واحد، إنما الله إله واحد، إنما إلهكم إله واحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يتركون هذا المحكم الذي يدل على معنى واحد، أن الله واحد سبحانه وتعالى، ويذهبون يستدلون بالآية التي اشتبهت عليهم. ما الآية التي اشتبهت عليهم؟ هذه، ما خلقنا السماوات، واشتبهت عليه. تقول هذا ضمير الجمع، هو مبطل، هو في قلبه زيغ، هو يريد أن يثبت من معه من المنحرفين الذين أشركوا بالله تعالى، فيقول لهم ذلك إن هذا الذي نحن عليه موجود في القرآن عند المسلمين، ويستدل بهذه الآية. فنقول له لو كنت محقا لتركت الآية التي اشتبهت عليك وذهبت واستدللت بالآية المحكمة، ثم بعد ذلك تسأل ما تفسير هذه الآية، كيف نجمع بين هؤلاء الآيات، آية فيها ضمير جمع، آية فيها أن الله واحد. ويكون الجواب ما ذكرنا وما ذكره أهل العلم، وهذا هو المعروف في اللغة، هذا هو المعروف في اللغة، معروف في اللغة أن هذا الضمير هو ضمير الجمع للتعظيم. ما خلقنا السماوات، السماوات سبع سماوات، سبع سماوات بعضها فوق بعض، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما، يعني وما بينهما من مخلوقات، إلا بالحق، إلا بالحق، ليس بالباطل، لا للعب ولا للعبث، تنزه الله عن العبث، إنما الله خلقها بالحق، بالحق لتكون دليلا على أن الله عز وجل هو رب كل شيء، وعلى أنه المعبود وحده لا شريك له، لتكون دليلا على ذلك، إلا بالحق وأجل مسمى، يعني هذا له أجل
لا يعلمه إلا الله عز وجل ينتهي عنده. كل شيء له أجل مسمى سينتهي عنده. سبحان الله، هذه الأرض ستبدل غير الأرض، هذه السماوات أيضا تبدل. سبحان الله، هذا الكون الذي نراه إلى انهيار، سينتهي هذا الكون وسيكون إلى زوال، سيزول هذا الكون، وكل من عليها فان، وكل من هو يعيش على الأرض سيموت. وهناك يوم سيبعث الله فيه الخلائق ثم إليه ترجعون. ألا إلى الله تصير الأمور، فالمصير إلى الله سبحانه وتعالى. وإن الله عز وجل سيجمع هؤلاء الخلائق ليوم الحساب، ليوم الدين والجزاء. فمن أحسن فلنفسه، ومن أساء فعليها، أي على نفسه. إذن هذه السماوات والأرض خلقت بالحق وللحق، لعبادة الله وحده لا شريك له، مأمورون شرعا أن ننظر فيهما. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها، أي بالنجوم، وما لها من فروج، يعني ما فيها تشققات. انظر للسماء تجد جمالا ما بعده جمال، وتجد إحكاما وإتقانا ما بعده إحكام. سبحان الله، هذه السماء مرفوعة بلا عمد كما قال عز وجل. إذن هي دليل على أن لها خالقا عظيما قادرا سبحانه وتعالى، هو خالق واحد وإله واحد. وانظر للأرض وانظر للأرض التي نعيش عليها، مسخرة مذللة، هيئها الله لخلقة الإنسان عليها. انظر للعلم الحديث وما فتحه الله على الناس، وللعجب أن هذا مفتوح على قوم كفار رأوا هذا بأعينهم وصوروا لنا ذلك. انظر للكواكب، هذا جاءنا، هذه الكواكب عليها حياة؟ لا، ليس عليها حياة. ألم يصوروا لنا ذلك؟ هل قالوا تصلح للحياة؟ لا، هذه الكواكب لا تصلح للحياة، لكن الأرض تصلح للحياة. عندما يصعد رائد الفضاء إلى القمر أو إلى هذه الكواكب، لا بد وأن يكون معه أكسجين لكي يتنفس وإلا يموت، ولا بد من بدلة مصممة بتصميم معين، وإلا اخترقته هذه الأشعة فقتلته. لكن انظر نحن في أي مكان نمشي نتنفس دون تعمد هذا الأكسجين في كل حتة. دخلت بيتك، خرجت من بيتك، دخلت في مكان ضيق، تجد أكسجينا تتنفسه. ليس هناك أحد منا يحمل على ظهره أسطوانة أكسجين وهو يمشي يتنفس بها. فانظر لهذه النعمة، الله هيئ لنا الأرض لكي يعيش عليها هذه المخلوقات. وكذلك أيضا انظر إلى هذه الأرض المهاد التي مهدها الله عز وجل، طرق ننتقل من هنا إلى هناك، ونبني عليها البيوت. سبحان الله، وإلى آخر ذلك. آية من آيات الله. فكر في هذه الآلاء، فكر في هذه المخلوقات، تزدد حبا لربك، تزدد عبادة له وقربا منه عز وجل. فعندئذ توقن أن الله عز وجل هو خالق كل شيء سبحانه. فكر، تدبر، تفكروا في آلاء الله. نحن أمرنا أن نفكر في آلاء الله، في نعمه، في خلقه. هذا الذي
يعمق عندنا الإيمان بالله سبحانه وتعالى. عجيب هؤلاء الكفرة، عجيب شأن هؤلاء الكفرة، من يعبد فأرا ومن يعبد عجلا ومن يعبد شخصا ومن يعبد مقبورا ومن يعبد حجرا أو شجرا أو صنما، هذا خلق شيئا؟ سبحان الله. لذلك يقول عز وجل: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله، أروني ماذا خلقوا من الأرض، أروني ماذا خلقوا من الأرض، هل رأيتم مكانا مستقلا هم الذين خلقوا؟ هل رأيتم مكانا في الأرض استقلت هذه الأصنام أو هذه الآلهة الباطلة بخلقها؟ هل رأيتم هذا؟ هل رأينا خلقا مع خلق الله عز وجل؟ لا، كل شيء يدل على أن الله هو الواحد. لماذا؟ لأن كل شيء خلقه الله واحد. نحن بشر كلنا يشبه بعضه بعضا، احنا كلنا شبه بعض، راس، العينين في شوف فين، الحاجب فين، وبص الانف فين، وبص الشفتين فين، وبص الصدر، بص الايدين، بص الرجلين. في حد مننا خلقه غير كده؟ مفيش حد خلقه غير كده. كلنا خلق واحد، كلنا يشبه بعضنا بعضا، واحد. إذن خالقنا واحد. هل رأينا بشرا آخر؟ يعني في خلق تاني غير خلقنا كده؟ ناس عايشة على الأرض غير خلقنا كده؟ لا طبعا. إنما اللي في الكرتون بيمثلوا لك مخلوق فضائي ونزل من الفضاء، كرتون، خيال. هل هذا له حقيقة؟ ليس له حقيقة. إنما الموجود الذي يعيش على الأرض هم البشر، والذي خلق البشر هو ربنا سبحانه وتعالى عز وجل. كذلك بص في أمة الأسود، أمة النمور، لأن ما من خلق خلقه الله إلا وهو أمة مثلنا، ليهم حياتهم وبيتفهموا فيما بينهم. حتى النمل والنحل والأسود والفهود والقطط والكلاب، كل دي أمة زينا كده، ليهم حياتهم وليهم الدستور بتاعهم اللي عايشين فيما بينهم بيه، بس كل دول يعبدون الله وحده لا شريك له. الكلاب بتعبد ربنا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كل دول سبحان الله، كل دول أمة من الأمم من ربنا سبحانه وتعالى خلقها عز وجل. أسود، ما تشوفه تقول ده أسد؟ في حاجة تانية كده غير الأسد ده أقول عليه أسد؟ في خلق تاني غير الأسد ده؟ فيش خلق تاني. النمر، الفهد، يبقى إذن ده إيه؟ خلق الله. أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات؟ يمكن لهم شرك في السماوات، يعني لهم حظ ونصيب في السماوات وشركاء مع الله في خلق السماوات. هل يا أخوانا شفنا حاجة من دي؟ لا. ما يملكون من قطمير، ما يملكون من قطمير، اللي هم بيدعوهم دون من دون الله. انتوا عارفين ايه القطمير؟ اللي هي لفافة النواة. عارف نواة التمرة؟ مش لما بتيجي في النواة كده بتطلع حاجة كده بيضة كده، لفافة بيضة كده، هي دي اسمها القطمير. القطمير هذا لا يملكونه في كون الله. الملك كله لإيه؟ لله. الملك كله لله، له وحده سبحانه وتعالى عز وجل. أروني ماذا خلقوا من الأرض،
أم لهم شرك في السماوات؟ إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ديننا يا أخواننا ده دين يحرك التفكير، دين التعقل، دين العقل والعلم. شوف ربنا بيقول لنا ايه، وده ده سؤال. يعني احنا لو عندنا كهنوت وهي كده وؤمن بيها كده وخلاص عم وخلاص وما تفكرش في الحاجات دي، كانش ربنا يقول لنا كده. قل، شوف كده ربنا بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم قل لهم ائتوني بكتاب من قبل هذا، يعني ائتوني بكتاب من قبل هذا القرآن أنزل على أحد من الأنبياء فيه أن الله يأمركم بعبادة هذه الأصنام. مش لازم دليل، الدليل اللي معاكم الذي عندكم من الله عز وجل يقول لكم إن دول اعبدوهم من دون الله، أو كما قلتم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إحنا واخدينهم وسطاء وشفعاء يوصلونا إلى الله سبحانه وتعالى. زي الصوفية كده، الصوفية عبدة القبور اللي بيعملوا الموالد دول، بيروح لواحد مقبور ميت، واحد مقبور ميت تقول له يا عم إيه اللي بتعمله ده، ولك أنا ما بعبدوش، ده أنا واخده وسطة، واخده وسطة فيما بيني وبين الله عز وجل. ربنا قال لك في كتابه إن فلان ده وسطة، قال لك إن فلان ده شفيع هيشفع لك. هو مين الشفيع اللي هيشفع لنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. مش هو ده هو ده شفيعنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. طب في كتاب الله إن البدوي هيشفع لكم، القباري هيشفع لكم، المرسي هيشفع لكم، ولا الدسوق هيشفع لكم؟ في كتاب الله شيء من ذلك؟ كذب وافتراء، إنما هذا عياذا بالله وسيلة من وسائل الشرك بالله على وجه الأرض. ائتوني بكتاب من قبل هذا، ائتوني بكتاب أنزل على الرسل قبل الرسول صلى الله عليه وسلم يأمركم بعبادة هذه الأصنام أو أثارة من علم. أثارة يعني بقية من علم، علم بقية من علم، أو خاصة علم، إن ربنا خصصكم بعلم كده، وفي العلم ده إن اعبدوا هبل ده واللات والعزة اعبدوا فيه الكلام ده إن كنتم صادقين. يبقى الدين العظيم ده دين إيه؟ دين العلم. شو بيقولك؟ هات لي دليل، هات لي دليل على كده. يبقى الإسلام بيقولك هات الدليل، يبقى ينتعبد لله عز وجل بالدليل، ده من الدين يبقى دليل، دي صلاة من الدين يبقى صلاة، ده صوم من الدين يبقى من الدين، ده مش من الدين يبقى مش من الدين. أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. يجي يخترعوا صلاة الرغائب، يخترعوا صلاة في آخر ليلة من شهر شعبان قبل الدخول في رمضان، اختراعات وكذب ووضع. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. الدين تم وكمل والحمد لله رب العالمين. فيش حاجة في الدين اسمها صلاة الرغائب، وفيش حاجة اسمها من البدع اللي ابتدعوها. يبقى ده لازم دليل، ماشي أخوانا كده؟ الدليل، بص الدليل، ائتوني ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. وما عندهمش، الآية تتلى ما لم يخرجوا أي شيء، إنما هي أهواء. قالوا إيه؟ ما من أمة من الأمم إلا قالوا وإنا وجدنا آباءنا على أمة، إحنا طلعنا لقينا آباءنا وأجدادنا كده،
وإن على أثارهم مقتدون، وإحنا ماشيين وراهم، دول أبائنا وأجدادنا وإحنا ماشيين وراهم، ده الكلام اللي كانوا يقولونه. ومن أضل، ده استفهام للنفي، يعني لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. بيدعو صنم حجر، بيدعو بقرة، البقرة دي هتستجيب لك؟ الصنم ده هيستجيب لك؟ بيدعو ميت. يا سيدي يا شيخ العرب، أنا سمعت الفيديو ده وشفته بعناية وسمعته بودني، ومسكين مسكين في الحديد كده، ويا شيخ العرب اشفي لي ابني، الشيخ العرب هيشفي لك ابنك؟ ده البشر ما بيشفيش الحي، ملك بالميت. ده البدوي ده ميت، يملك البدوي يشفي حد؟ ده من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ليه من لا يستجيب له إلى يوم القيامة؟ لأن الميت يا إخوة روحه ممسوكة. الميت ده لو كان صالحا روحه في الجنة، روحه في الجنة. والميت ده ما بيسمعش إلا في مواضع معينة بس، عندما يتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرعا عليهم، ده ورد بالسنة. لما الميت بندفنه وتحط عليه التراب، روحه بترد إليه، يفضل دايم كده وسامع اللي فوق بيتكلمه، وأول ما الناس تمشي يسمع صوت رجلهم على الأرض، وإنه لا يسمع قرعا عليهم صوت رجلهم على الأرض. ده الموضع اللي يسمع فيه. الموضع الثاني لما تزوره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا زار المقابر يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم لنا سلف ونحن لكم خلف، نسأل الله لنا ولكم العافية. ده الموضع الثاني اللي يسمع فيه الميت في قبره الحي لما يزوره. بس هو ده الموضع اللي وردت بالسنة. يبقى موضعين بيسمع فيهم، ما عدا كده ما يسمعكش، ما لا يعلم شيئا. يا إما روحه منعمة روحه معذبة، والجسد في القبر ده يا منعم يا معذب. طبعا المسلم لو ليه جرم أيعذب بقدر جرمه، المؤمن ده روحه بتنعم في الجنة لو دخل الجنة فقط. يبقى انت بتدعو من؟ اشفي لي ابني، ده يشفي لك ابنك؟ وإن لله وإن إليه راجعون. لذلك لا يجوز بناء المساجد على القبور، لا يجوز بناء المساجد على القبور، ولا يجوز إدخال القبور إلى المساجد، لأن الله يقول: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. يبقى في بيت ربنا ويشرك مع الله، يدعى في بيت الله غير الله سبحانه وتعالى، انها تقول يا شيخ العرب اشفي لابني، يبقى انت بتدعي مين؟ مساجد لله، لعباده الله وحده لا شريك له، يدعى الله وحده لا شريك له. يبقى ده من ايه؟ يبقى دي من وسائل الشرك على وجه الارض. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه اكثر من 10 احاديث تنهى عن بناء المساجد على القبور، ولا يجوز الصلاة في المساجد التي بها قبور، ولا تصح الصلاة لمن يعلم أن هذا المسجد به قبر. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. الذي يفعل ذلك أولئك شرار الخلق عند الله، الذي يفعل هذا، لأنه يجعل شريكا مع الله ويبني بناء سيكون وسيلة من وسائل الشرك بالله تعالى. وهم عن دعائهم غافلون، هو في حالة تانية خالص،
هو في حالة تانية خالص، هم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس يوم القيامة بقى كانوا لهم أعداء. مين بقى اللي لهم أعداء؟ هو اللي كنت بتدعوه ده، يقول لك أنا ما أعرفكش، أنت كنت بتدعيني أنا ما تدعوني أنا ما أعرفكش. يكشف بص اللي بيدعوه ده ومنتظر يوم القيامة ينفعه بحاجة، يقول ده شفيعي منتظر. وإيه بقى؟ وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، ويكفرون بعبادتهم، ويقولوا لهم إن إحنا ما نكفش عبدونا، أنتوا اللي عملتم كده من ورائنا إلى آخر ذلك. يبقى ده مشهد من المشاهد التي ستكون يوم القيامة، وده مشهد حسرة، حسرة لهؤلاء عياذا بالله. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام وهو يدعو قومه إلى الله عز وجل، قال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. يبقى إذا المؤمن إيه يا إخوة؟ مؤمن إيه؟ موحد، قلبه مليء بالتوحيد، قلبه ليس فيه إلا الله تعظيما ومحبة له سبحانه، وذلا وانقيادا وامتثالا له عز وجل. لا يدعو إلا الله، لا يتوكل إلا عليه، لا يعرف في الدنيا إلا الله، يتوجه إليه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له سبحانه، لا يشرك بالله شيئا، لا يجعل مع الله شريكا، إنما يعبد الله وحده، الله إنما يعبد الله وحده لا شريك له. والله أعلم، نكتفي بهذا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.